نشوف الأمين الوائلي رئيس تحرير وكالة خبر ربما يكون عنده توضيح. أمين مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير عليك وعلى جميع الزملاء وجمهورك وجمهور اليمن اليوم. حياك. تفضل. أنا بس أحب أن أوجه تحية كبيرة للباشمهندس أحمد الميسري، أحيي على مواقفه وصراحته، وهو رجل صريح، عودنا النقد وعودنا الحوارية. أنا بس فقط لملاحظة، تابعت مداخلته في نشرة 8:30 على اليمن اليوم، كان واضح، هو يقول أن القرار في نقص موقع الأمن العام خصوصا غير شرعي كونه جاء من اللجنة الدائمة الرئيسية ولم يأتي من مؤتمر عام. أنا كنت أتمنى من الزميلة المذيعة أن تذكروا أن الأمين العام السابق عبد الرب منصور هادي أتى إلى موقع الأمان العامة من نفس الآلية التي أتى بها الأستاذ عارف الزوك الآن، يعني لم يأتي من مؤتمر عام انتخابي كامل، وإنما أتى من قاعة اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية. فإذا لم يكن شرعيا هنا لم يكن شرعيا هنا بالمثل. طبعا هو كان لن يكون شرعيا مرة واحدة أو لا يكون شرعيا. نعم أمين. هذا أمين. ما أحببت أن أوضحه. أمين، كان هو الهدف التوضيح بالنسبة للأخ الميسري، لأنه تعرف المواقع التي تحدثت أنه في انشقاق وأنه الميسري لا يشرع. نعم، أنا أشيد بالأستاذ أحمد الميسري وأحييه دائما على صراحته وشجاعته، لكن التوضيح مهم له ولنا وللعامة. أشكرك أمين الوائلي، شكرا جزيلا، وأشكركم وأعتذر للأستاذ حسين حاذر.